السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية. جيناكم اليوم نفيد جديد. أتمنى أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. اليوم في شرحنا راح نبلش نشرح موقع كثير مهم لكل واحد حابب إنه يشتغل، عشان نكون عارفين ايش الشغل اللي موجود في هذا الموقع. لان وظائف المسح المدفوعة، وظائف التطبيق اللغوي، هذه اللي هنشتغل عليها اليوم، وظائف الكتابة اونلاين واوفلاين، وفي عنا ادخال لدور البيانات، اللي يشتغل على الاكسل تقدر يشتغل هنا، اللي بيشتغل على باوربوينت تقدر يشتغل هنا، اللي بيفهم في الفوتوشوب والجرافيك يشتغل هنا. كتير في هذا الموقع مجالات مفتوحة، لكن احنا نركز على وظائف التطبيق اللغوي. تمام، احنا هنركز على وظائف التدقيق اللغوي. اول حاجة نفكر فيها احنا كيف ان نسحب فلوسنا، وهنا بنيجي لهذه النقطة. تمام، السحب يا جماعة كثير سهل عندهم، مش محتاج كثير شرح. تقدر يعني عن طريق حسابك على البنك تحول فلوسك، ما فيش أي مشكلة، أو من خلال البايبال، وهدول أهم نقطتين. ما دام ببعث لك على بنكك ما في أي مشكلة. بنيجي على وظائف التدقيق اللغوي. طبعا احنا هنعمل تدقيق لغوي للمستندات اللي باللغة الانجليزية. طبعا زي ما انتم شايفين انا بترجم كل صفحة بدخلها، مش محتاج اكون بفهم انجليزي عشان انا خاطر يعني اشتغل عندهم. انا مش محتاج اكون بفهم انجليزي عشان انا اشتغل عندهم. قدم طلبا لتكون مبرمجا عبر الانترنت، فاضغط عليها في هذه الصفحة. تمام، خطوات من طلب الوظيفة عبر الانترنت، تقديم طلب الوظيفة، تقديم طلب الوظيفة، ادخل عليه، يجيني الصفحة هاي، بضغط على Apply Now. من هنا بقدر أصل أنا لمرحلة التسجيل في الموقع. تمام، اللي عايزك تفهمه هذول الخطوات، يعني هي التسجيل سهل، بس عايزك تفهم حاجة من خلال التسجيل، اللي هي select your note، وهنترجم. هنا بتحط الاسم المعروض اللي هيكون اسمك في الموقع، وهنا الاسم الاول، وهنا الاسم الثاني، وعمرك، عنوان البريد الالكتروني، بتحط كلمة السر، وبتأكد كلمة السر، بتحط رقم الجوال، وانت ذكر او انثى.
هنا حادثة الاختطار الخاصة بك يا ريت تكون فورا. ما هي المناصب التي تهتم بها؟ أنت تحط على وظيفة اللغوي الدولة فلسطين موجودة. فلسطين موجودة. حالة عملك الحالية نحط مستقل أو فريلانسر. فأنا بدك تكتب تحياتي أنا، وتكتب اسمك أتمنى العمل بشكل مستمر وأتطلع إلى العمل إيجابي. ناخذها بنترجمها على جوجل وبنرجعها تاني على الموقع، وبنضغط على زر الموافقة ونعمل على تسجيل. تمام، احنا بنكون هيك خلصنا تسجيل الموقع اللي مطلوب منا انه احنا يعني نعمل تيست، هيبعتوا لنا على الايميل مستند بدنا نعمل له توقيت لغوي زي ما احنا حكينا. في مجال انه احنا نعمل التطبيق اللغوي عن طريق المايكروسوفت وورد، وفي مجال عن طريق الموقع هذا. هيا تكتب على جوجل بالشكل هذا، الاسم موجود عندك، وبندخل على اول خيار موجود. تأكد انه يكون موجود هنا US UK، ما تختارش واحدة منهم، اختار الاثنين مع بعض. بتحط المستند اللي بيجيك هنا، طبعا بتقسمه لأجزاء لأنه ما بياخد أكثر من 450 حرف، بتقسمه لأجزاء وهو هيعمل لك الشغل هذا عنك، هو هيشتغل عنك. بهيك احنا بنكون خلصنا فيديو اليوم. يا ريت ما تنسوا تعملوا اشتراك للقناة وتفعيل الجرس وتشاركوا الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس.